مشاهدينا الكرام من جديد لمتابعة مباراة النادي الإفريقي وريد ستار الإيفواري، ثاني مباراة للنادي الإفريقي في هذه البطولة الإفريقية للأندية الأبطال بعد ما كان النادي الإفريقي فاز في مباراته الأولى ضد فابا الكاميروني 40-23. هذه المواجهة الثانية والمباراة الثانية للإفريقي في هذه البطولة الإفريقية ضد ريد ستار من الكوت ديفوار. أكيد وإن شاء الله النادي الإفريقي سيكون في طريق مفتوح من أجل الانتصار وتحقيق الانتصار في المباراة الثانية والانتصار الثاني ليه على التوالي ضد ريد ستار الإيفواري. ريد ستار اللي كان انهزم ضد الزمالك المصري في المباراة الأولى 40-17. ونمشي مباشرة لسلام بن صالح في الجولات الفورية، تفضل سلام. شكرا لك محمد علي. إلى جنبي ذاكر السيد مدرب مساعد النادي الإفريقي، أكيد في انتظار الترتيب الأخير في الدور الأول. النادي الإفريقي باش يقابل فرق قوية بصراحة اليوم في ظل النسق البطيء في الدور الأول والمنافسين هذوما، كيفاش ينجم يتعامل النادي الإفريقي خاصة في إصلاح النقائص نتاعو؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هذه المباراة نتاعنا الثانية في الدورة هذه، المباراة الأولى كانت جيدة، نحن زادة في نسق تصاعدي، سي ان ماتش دو كونفيرماسيون، دونك ناخذوا كل ماتش وماتشوه، وبقدرة ربي لكل حدث حديث ديسي لو دوزيام تور إن شاء الله يعمل ربي إن شاء الله. أما لو بلوز امبورتون نحن الأولادي سون كونفيون، وبقدرة ربي نعديو أن بون ماتش اللي بقدرة ربي أون فان أونشيني به إن شاء الله. شكرا لك ذكر السيد مساعد مدرب النادي الافريقي، رجع لك الكلمه محمد علي. شكرا اسلام. معي ايضا في التحليل الفني للمباراه الياس سعيد، مرحبا من جديد الياس. مرحبا بك محمد علي، مرحبا مره اخرى بمتابعي القناه الوطنيه الثانيه. بطولة افريقيا، ذكر السيد قال كونفيرماسيون معناتها للماتش اللي فات، بطبيعة الحال بتيتا بتي يدخلوا في اللقاء ويدخلوا في الدورة عموما. إن شاء الله النادي الافريقي كما قلت رويدا رويدا يدخل في البطولة الافريقي اللي كان حقق انتصار في المباراة الأولى 40-23 ضد فاب الكامروني، وريد ستار منافس الافريقي في هذه المباراة انهزم ضد الزمالك المصري 40-17 بعد ما كان الشوط الاول انتهى على نتيجه 21-8. المباراه الثانيه للافريقي امام جماهير حاضره من النادي الافريقي، ايضا كما في البطوله العربيه جماهير الافريقي وراء فريقها وفي مؤازره فريقها، وهذه فكره عن الجماهير الحاضره اليوم في قاعه المرحوم فوزي الساحلي بالحمامات. ثنائي التحكيم مصري ياسمين ماهر وهايدي سعيد، هذا ثنائي التحكيم من مصر. خويت الحكمات الياس ساعات راهم توامى هاي معناتها السيد ماهر ياسمينة والسيد ماهر هايدي هايدي من مصر. هايدي وياسمينة السيد ماهر اخوات وراهم توام، انا ما نزيدش نعطي معلومه للساده المشاهدين. تو نثبتوا فيها هاي المعلومه هذه. وفي نفس الوقت ثم عنصر نسائي كذلك في حاضر العنصر النسائي، وامامكم الحارس مطيع الامام حارس الاواسط في النادي الافريقي واللي يعتمد عليه محمد المسعودي في هذه البطوله الافريقيه. محمد المسعودي اللي ما كانش فرحان برشا باداء الحراس في البطوله العربيه، ويستنجد الان امامكم محمد المسعودي مدرب النادي الافريقي بحارس الاواسط مطيع الامام، والكره الاولى والهجوم الاول للنادي الافريقي. حارس ايضا منتخب الاواسط، حارس عنده امكانيات طيبه الحارس مطيع الامام. جريجا اوكليسن في تنسيق اللعب في النادي الافريقي بعد ما كانت شكا برشا من الاصابه في البطوله العربيه، كانت عنده اصابه على مستوى الركبه. هوني تمريره خاطئه ويرجع الهجوم لريد ستار الايفواري، فريق شاب للنادي الافريقي، فريق قادر على التطور، كان ورا وجه طيب في بعض المباريات
فريق النادي الافريقي رغم الخروج من الدور النصف النهائي واحتلاله للمرحله الرابعه، لانه فما حاجات ايجابيه لازم يبني عليها الفريق هذا للمستقبل. والهدف الاول للنادي الافريقي عن طريق معاذ العياري، قلت عديد الايجابيات اللي لازم يبني عليها النادي الافريقي للمستقبل، خاصه في ظل عديد المغادرين للنادي الافريقي مقارنه بالموسم الماضي. حتى الانتدابات اللي قام بها النادي الافريقي هي من اجل تعويض المغادرين للفريق، يعني مش انتدابات لتعزيز الفريق. غياب ايضا واحد من الركائز، واحد من احسن لاعبي في تشكيله النادي الافريقي، ونسق اللعب علاء مصطفى اللي تغيب للاصابه بعد تعرضه الى اصابه على مستوى الحلبه المتقاطعه في الركبه. الهدف التعادل في الرجع لباس علاء مصطفى للميادين لاعب المنتخب، والهدف الثاني للنادي الافريقي. الياس كنا شاهدنا فريق ريد ستار في مباراته الاولى ضد الزمالك المصري، ماهوش الفريق اللي باش يكون قادر صراحه اليوم انه يقلق النادي الافريقي. كما قلت محمد، مستوى بعيد على بعضه، لكن في نفس الوقت بطوله افريقيه، ثم فرق مختلفه، ثم نسق يبدا يطلع واحده واحده، وثم فرق معناتها المقابلات هذه بالنسبه ليها تحضيريه لخطط وتجريب الملاعبيه على غرار معاذ امام اللي كان تالق في اللقاء الاخر، ان شاء الله يكون تالق في التجديده هذه. يعني يولي المدرب عنده فكر اخر، اعطى فرصه اخرى لمعاذ كما قاعد تشوف محمد علي، دونك مش يلقى صعوبه للانتصار الثاني على التوالي النادي الافريقي. ان شاء الله النادي الافريقي يحقق ثاني انتصار على التوالي في هذه البطولة الأفريقية. أكيد في حسابات محمد المسعودي، كما حكينا تقريبا قبيلة في مباراة الترجي وفلاورز البنيني، محاولة تفادي الإصابات ومحاولة الدخول في الكونتاكت برشا مع الفريق الإيفواري، لأنهم دفاع اكيد يكون قوي برشا، وحتى في الهجوم يحاولوا يتفاداو لاعبين النادي الافريقي وقت يكونوا في الدفاع الالتحام برشا برشا في الكونتاكت اجل تفادي الاصابات. اكيد النادي الافريقي اقل مجهود ممكن ينتصر في مباراه اليوم من اجل الدخول الى المباريات الحاسمه بافضل الحدود، من اجل الوصول الى الادوار المتقدمه، خاصه النادي الافريقي باش يبدا في المباريات يمكن نجم نقول اكثر قوه اكثر صعوبه، بدايه من غدوه الاثنين النادي الافريقي ان شاء الله يواجه مولدية الجزائر. أكيد مولدية الجزائر فنيا أفضل بكثير من فريق هذا فريق ريد ستار الإيفواري. نهار الأربعاء أيضا النادي الأفريقي يواجه الزمالك المصري، نهار الاثنين غدوة إن شاء الله ماضي ساعة ونص ضد مولدية الجزائر. المباراة ستكون منقولة مباشرة على التلفزة الوطنية الأولى. ونهار الاربعاء مباراة النادي الافريقي الزمالك المصري بداية من 5:30 نتاع العشية، باش تكون ايضا منقولة على الوطنية الاولى. مباريات الترجي غدوة الاثنين 5:30 ضد عين التوتا الجزائري على الوطنية الاولى ايضا، ونهار الاربعاء ضد الاهلي المصري مضي 1:30 دائما على الوطنية الاولى. والهجوم يرجع للنادي الافريقي، جريجا اوكليسن وسامي ميكي يحاول يوصل الكره للاعب الجناح حمزه المهذبي، حمزه المهذبي ميكي جريجا اوكليسن ورا
مردود باهي في اخر مباراه للنادي الافريقي في البطوله العربيه ضد الكويت الكويتي، رغم ان الافريقي هزم في المباراه هذيك الا انه قدم مردود كبير اللاعب هذا، رغم انه اصيب تقريبا في خمسة دقائق الاولى للمباراه وكمل المباراه بعناء كبير، الا انه قدم مستوى طيب في المباراه هذيك وقت واجه النادي الافريقي. الكويتي الافريقي مازال ما دخلش كما يلزم في المباراة اللي ما زالت متعادلة إلى حدود الدقيقة 55 ثانية تقريبا، 6 دقائق لعب النادي الإفريقي، يلزم يدخل خير من هكا في المباراة، يحاول ياخذ الفارق لصالحه، يحاول يعمق الفارق على بكري، يطمن على المباراة على بكري باش كما قلنا محمد المسعودي تكون الفرصة إنه يشرك أكثر ما يمكن من اللاعبين اللي ما خذاوش برشا وقت لعب في البطولة العربية باش يكونوا حاضرين للقادم المباريات اللي باش يكون مستواها اكبر اكيد من المباراه هذه. ياس اكيد بطبيعه الحال النادي الافريقي يحاول يدخل اللقاء، نبداو بالشوط هذا 6 دقائق 3-3، مش يكون هكا بقيه اللقاء، بتي تابتي مع تيلقى للبير نتاعو ويكثر الاخطاء نتاع الفريق ريد ستار، انا متاكد منه حسب الامكانيات اللي شفتها صحيح ينجم يجاري بعض الوقت، لكن مع الخبره مع اللياقه البدنيه مع التكنيك نتاع الملاعبيه ينجم معناتها يتجاوز الديبار الخايب هذايا النادي الافريقي. 4-3 في 7 دقائق مش هذا اللي نستناوه، لكن بحول الله مع قادم الدقائق ينجم خاصه محمد كيلعب ديفونس يلعب الهجوم المعاكس يتفادى برشا اشكاليات على مستوى الكونتاكت كما قلت انت محمد. صحيح الى حد الان النادي الافريقي ما سجلش اهداف من هجمات معاكسه، تقريبا كل الاهداف من هجمات مركزه، ودفاع النادي الافريقي مازال ما خدمش كما يلزم، مازال ما دخلش في المباراه كما يلزم. محمد مديمغ يلعب الكره مع الرميك يسجل الهدف الرابع، وقوي قوي الدفاع الفريق الايفواري ريد ستار الايفواري. هنا الاقسام محمد واضح لانه ثم الدفع فوالا، شوف القوه الكبيره وتدخل بقوه كبيره على اسامه الرميكي اللي الحمد لله يقوم لباس. 7 دقائق لعب 4-4 نتيجه متعادله، كل هذا الديبار صعيب شويه الخايب بالنسبه للنادي الافريقي كما عاود قلت، اذا كان نحاول نسرعوا اكثر في بناء الهجمه ونكون اكثر سوليد في الدفاع ما نلقاو صعوبه مع الفريق ستار ريد ستار اليوم ان شاء الله. الفريق الايفواري منقوص من لاعب في هذا الهجوم، يقعد يوصل هذا المقصة من لاعب، هذا التصدي من مطيع الإمام الرميكي يوصل الكرة لجريجا بوكلاسن، يدخل ما بين زوز مدافعين يسدد الكرة لكن كورتو تصطدم بالعارضة جريجا بوكلاسن، رغم أنه مشى ودخل كما ينزل في الانترفال ما بين زوز مدافعين سدد الكرة لكن كورتو تصطدم بالعارضة جريجا بوكلاسن، يقعد التعادل 4-4 مع 8 دقائق ونص منذ بداية المباراة. هنا دفاع 0-6 متقدم على النفاتر محمد، هناك يكون دفاع قوي ولاحم مع بعضه وخاصة من لك السنترال ما يدخلوش اللاعبية، اللهم إذا كان ثم ديبار بحول الله ما عاد يقلق الهجوم الريد ستار كما الكرة هذه. فوالا في الاخر نجم يسدوا باش يسدوا الكره من بعيد، واكثر فرصه للحارس للتصدي ممتاز مطيع الامام، توصل الكره لرامي حمام وممتاز الباسور ودوران من رامي حمام والهدف الخامس للافريقي. رامي حمام تحسن برشا منذ قدومه للنادي الافريقي، قادم من اتحاد منزل تميم، اضافه كبيره للنادي الافريقي ومردوده صراحة تصاعدي من مباراة إلى أخرى ومردود منتظم على النادي الإفريقي اللي لعب هذا الياس. أنا نقول مشى في مرحلة أخرى ما لا ولا من اللاعبين الكبار في النادي الإفريقي، فريق كبير وطموحه أكبر للارتقاء إلى مكان في الإكيب ناسيونال، هو في القائمة الموسعة معناتها معاه شوية خدمة ومعاه شوية يكسب خبرة أكثر، بحول الله يكون من عناصر فعلة في المنتخب. من باب الطرافة رقم 6 كوكا أندري ما شاء الله يقف قدام رامي حمام، ما يمرش رامي حمام رقم 6 محمد علي.
معناتها كو اندري هاي خويا بصراحة ساعات الفرقة يطحونا بملعبية من النوع هذايا. شوف اللقطة هنا كيفاش رميكي وقت الفان تمشي هو في شيرها واللاعب في شيرها، لكن كيفاش التدخل كان قوي على وجه الرميكي، كانت لازم تمشي حتى في إقصاء اللقطة اللي شفناها ليسان ذكي الميجي معاذ هنا كي يقول لهم كي يظل اللاعب كبير بدنيا وعنده بنيه جسمانيه، ما نلعبلوش الان كونتر ان قريب، نلعب له الان كونتر ان دون لسباس، نحاول الاكستيريور انتيريور دوبل فان ما غير ما نقرب له، وهذا اللي صار عمله معاذ اكيد، لانه كي مش يقرب له مش يقع على الالتحام اقوى منه ينجم يوقفه. هنا لعب الفان دون لسباس وكمل وتحصل معناتها على استبعاد لمده دقيقتين، ومش يلعب النادي الافريقي متفوق عدديا، وما هناش نشوفوا ثاني مره يلعب الافريقي متفوق عدديا، لازم يستغل الموقف النادي الافريقي ويكبر الفارق. زبير الجوري بورتو خارج الميدان يشتكي من العرق على مستوى الكره، يمكن كانت مبله زبير الجوري لانه في العاده يسدد تسديدات افضل من هكا، يمكن الكره تملصت من يد زبير الجوري لانها كانت بعيده على المرمى وتصير في كره اليد، اكثر حاجه يمكن ما يحبوهاش اللاعبين. وهذا هدف التعادل 5-5 لريد ستار. حمزه المهدمي يسجل الهدف السادس، اكثر حاجه ما يحبوهاش اللاعبين وقت الكره تكون مبله بالعرق لانه يصعب التحكم في الكره. هذاك على شفنا التسديده كانت بالطريقه هذيك من زبير الجوري الجناح الايمن في تشكيله النادي الافريقي، ايضا لاعب عنده امكانيات ممتازه قادم من سبورتينغ المقنين. اللاعب هذا زبير الجوري مدرسه اخرى من مدارس تكوين اللاعبين في تونس. سبورتينغ المقنين تحسن دفاع النادي الافريقي مقارنه ببدايه المباراه، لازم يكون اقوى دفاع النادي الافريقي، يحاول قطع اكثر ما يمكن من الكرات ولعب الهجومات المعاكسه من اجل انه يتفادى الهجومات المركزه اللي فيها برشا التحامات. نجم تعرض لاعبي النادي الافريقي للاصابات، اللاعب الفريق الايفواري منقوص من لاعب يتو قاعد في الهجمه هذه اكثر ما يمكن، وهذا لصالحه وقيت باش يهزوا فعلا الحكمات يديهم للتنبيه باللعب السلبي. ثم دخول في المنطقه من لاعب الدائره الايفواري، ثم خطا علاء معاذ العياري، ترجع الكره للنادي الافريقي ويكتمل عددي فريق ريد ستار. غريغا اوكلاسن يسدد وينجح في تسجيل الهدف، يمكن عند بعض الكيلوغرامات الزائده اللاعب هذا غريغا اوكلاسن كان يمكن ينقص شويه في الميزان، كان مصاب متاثر بالاصابه، نجم يكون اضافه كبيره للنادي الافريقي. نسمعوا المدرب الايفواري لريد ستار شو باش يحكي. C'est un match comme MCA, on peut le gagner. Ce n'est pas qu'après, on va regretter. C'est un match qu'on peut gagner. C'est une équipe. Maintenant, en défense, là, ne montez pas trop. En défense, ne montez pas trop. Parce que pour l'instant, ne tire pas de loin. Il cherche à servir le pivot. Comme je vous ai dit là, je vais descendre vers 9 mètres comme ça. Comme ça, vous pouvez. واضحة توصيات المدرب الإيفواري، قال ما سيت ماتش كون بو غانيي، صعيب شوية أن الفريق الإيفواري يتمكن من الانتصار ضد النادي الإفريقي. مازال ما كبسش النادي الإفريقي، مازال ما مرش للسرعة القصوى اللي قاعد يجري في المباراة واحدة، صعيب برشا الفريق هذا يتمكن من الانتصار على النادي الإفريقي. وذاك علاش قلنا يلزم النادي الإفريقي يعمق في الفارق، يحط الفريق هذا في حجمه منذ بداية المباراة، باش ما تصعبش المباراة على روحك، لأنه كما شفناها في المباريات الآخرين الفرق هذوما وقت تاخذ عليهم 7 و8 أهداف فارق يهبطوا يديهم وتسهل لك المباراة. قالهم أيضا في الهجوم النادي الافريقي فرق برشا على لاعب الدائره، هذا صحيح، فرق برشا على رامي حمام، وقال وقت اللي نخسروا الكره في الهجوم والا نسجلوا هدف لازم نرجعوا بسرعه للدفاع
اون ريكولون معناتها في كورس اريير قالوا ما تعطيوش بظهركم لمهاجمين اللاعبين النادي الافريقي لانهم قادرين باش يسجلوا، طلب منهم العوده السريعه للدفاع. كانت هذه توصيات المدرب الايفواري. هذا هدف جديد من اسامه الرميكي. 8-5 باش يبدا النادي الافريقي يساعد في الفارق. انت حصلت هذا المطلوب، انت حصلت كلام المدرب وماذا بيا راه وصل الكلام للملاعبيه باش يجاوبوه على ارضيه الميدان. كما قلت لك دي بار خايب، اذا كان مدرب يعطي شحنه معنويه للملاعبيه يقول لهم نجموا نربحوا، انا اكيد الملاعبيه باش يجاوبوه على ارضيه الميدان. هذه ماشي بالكره، كثر الاخطاء، خطا اول موفيس باس، خطا ثاني ماشي بالكره، مع مرور الوقت ما تاخذ عليهم فوالا الاسباس محلوله الاخطاء أي. توصل الكره الراني حمام، ما نخليهمش ياخذوا الثقه، حتى بالنسبه للحارس ينجم يخرج من اللعب في اي وقت. فوالا تصدي كونتر بالنسبه للاعبيه نتاعنا، موفيس باس. قداش ولاو يزنقوا في الهجوم ويعملوا الاخطاء، هذاك علاش النادي الافريقي يلزم يعمق في الفارق في المباراه، لانه يولي يزنقوا برشا في الهجوم اكيد يقوموا بالاخطاء. فما استبعاد لمده دقيقتين وممتازه للحكمه اللي تفطنت للقطه هذه. شوف كيفاش التدخل على يد اسامه الرميكي، كانت نجم تسبب له في اصابه، وترى مادو يقع استبعاده لمده دقيقتين. هذا الاستبعاد الثالث في تشكيله ريد ستار. هنا اربع دقائق من 14 دقيقه لعبهم منقوصه من لاعب الفريق هذا. هنا محمد نقص عددي، اذا كان النادي الافريقي ما يقبلش هدف من لاك السنترال يكون ملتحم مليح، اكيد مره اثنين مش يخلط، مش يعمل موفيس باس الريد ستار. اذا كان لاك سنترال فوالا كيما كايا نحاولوا نسكروا، فوالا مش يتعب اقصار مش مشكل. استبعاد لمده دقيقتين على جريجا او كليسا، حاول اعاده قدامكم، حق وصيب جريجا وقت اللي لقى رميكي معاه، حق وصيب اللاعب هكا ولا الياس. صحيح ثم فرق بين الاندفاع المفرط وبين الذكاء في الدفاع. هنا عملنا الفوت اب صاي، نجموا نخليوا المجال باش الحكم يقول الناس تلعب في هوند نظيف، تلعب في معناتها مسك صحيح، ما ثماش الاقصاء. هنا الموفيس باس، نفس الشيء كما قلت لك محمد، مش يدخل برشا في الراتاج، برشا في الفوت تكنيك، ومش يساعد الفارق النادي الافريقي. نقطة بالك محمد قبيل حكيت على زبير الغولي، نحكي على الجهة اليسرى حمزة المهذبي اللي بصراحة أصبح معناتها رغم يلعب جناح أصبح عنده قيمة كبيرة في النادي الافريقي من السنة الفارطة من عودته للنادي الافريقي، وأصبح عنده خبرة وعنده مكانة. عندنا لاعبية في ليكيب ناسيونال كيما غسان كيما البوغانمي، ينجم زاد هو معناتها بون فارق العمر ممكن كذا بينه وبين غسان اللي دخل جديد، لكن قاعد يقدم في مردود طيب، وهو ولا عنده قيمته في النادي الافريقي. صحيح ولا عنده قيمه حمزه الهذلي، واكيد عينين المدرب نتاع المنتخب الوطني التونسي على النادي الافريقي وعلى الترجي في هذه الدار. وان شاء الله بين الشوطين في كلكم استجواب لمدرب المنتخب الوطني التونسي الجديد الفرنسي باتريك كازان، وايضا وسام حمام مع زميلتي اسلام بن صالح بين شوطي هذه المباراه. اول استجواب لمدرب المنتخب الوطني التونسي. تو تحاول اسلام نحكي مع الاهداف اللي رسمها مع المنتخب الوطني التونسي وطموحاته مع المنتخب، اكيد هذه نقاط وغيرها تطرق لها اسلام مع مدرب المنتخب الوطني وايضا المدرب المساعد وسام حمام بين شوطي المباراة. النتيجة 10-6، 6 أهداف فارق للنادي الإفريقي. بدافع يعمق في الفارق النادي الإفريقي مقارنة ببداية المباراة، وتحسن مردود الإفريقي وتخلف التسرع فريق ريد ستار، وماذا به يعاود ياخذ. وهذا زبير الجوري، زبير الجوري يحط الكرة في الشبكة وسهل المباراة على روحه، ثم مشي بالكرة. ثاني كرة هو أمامكم مدرب المنتخب، كنتوا تشاهدوا فيه في الصورة. نعاودوا إن شاء الله زملائي المصورين ومخرجنا سمير العجيمي يعطينا صورة المدرب الفرنسي الجديد للمنتخب الوطني التونسي. قلت لازم يحط الكرة في الشبكة،
النادي الافريقي يعمق في الفارق. وهنا فما دخول في المنطقة 7 أمتار للاعب رقم 19 تال أبو بكر. اللاعب رقم 10 كانت سنده ولا تنفيذ رمية 7 أمتار قدام مطيع الإمام ويتمكن من التسجيل. هنا تغيير في تشكيلة النادي الإفريقي أكيد منطقي بعد التسديدة الأولى والثانية للزبير. ومدرب محمد مسعودي خير يدخل محمد علي البحري مكان زبير. بطبيعة الحال ما مشي ليش ملعبي إن نغير ملعبي مركز بمركز. بطبيعة الحال المجال مفتوح لمحمد علي البحري لا يصبر عليه في الكرة الأولى ما مشيتش كما يلزم إلا الثانية الثالثة وعادي إنه يغير خليه يرتاح شوية اللاعب يكبر شوية في اللعبة وينجم يرجعوا بعد يكون أفضل المستوى نتاعو. هذا عكس الهجوم ويسجل الهدف الثامن. هنا محمد سمح لي ويلفريد تفضل نرجع للهجمة نتاع الميجي. كان ثم فوت ثم مخالفة على اللاعب أعطت الحكم للفريق ريد ستار. هنا فوالا بون ممكن شوية عاطفة منه. هناك يعاود الرأي إذا كان قلنا حاجة ونجم نعاودوها يعطي الصحة المخرج ونتأكدوا منها سواء بالإيجاب أو بالسلب. هنا العملية كانت واضحة ممكن ما كانش ثم دفع وسيبيان محمد ممتاز الإعادة باش نعطيو حق الناس الكل. نحاولوا نكونوا محايدين فريق تونسي ضد فريق أجنبي لكن كي نعاود نقولوا بعد عليه ما ثمش المخالفة. وهنا استبعاد لمدة دقيقتين لحمزة المهدي. بورتو النادي الإفريقي كان في هجوم لكن كان فما خطا يمكن من حمزه المهدي ما عرفش شنو اللي صار بالضبط ما شفتش اللقطه. ويرجع الهجوم للفريق الايفواري لازم النادي الافريقي ياخذ الفارق يعمق الفارق ويلعب افضل من هكا باش سهل على روحه المباراه. محاولة المرور التسديد والتصدي ممتاز من الحارس ثم خطأ للنادي الإفريقي. معاذ العيار أسامة الرميكي محمد علي البحري القيام بالهجوم المركز لاعبي النادي الإفريقي قاعدين يطبقوا في تعليمات المدرب نتاعهم لاعبي ريد ستار قاعدين يرجعوا بسرعة للدفاع. شفنا في الكره الاخرى العوده مع محمد علي البحري ما خليوش النادي الافريقي يكمل الهجوم المعاكس. ممتازه العمليه من محمد علي البحري واستبعاد لمده دقيقتين في بلاستو صحيح 100%. ممتازه برشا العمليه من محمد علي البحري كيفاش خرج من مركزه كلاعب جناح مشى موه عمل تمويه انه باش يمرر الكره ودخل في الانترفال ما بين اللاعبين. شوف كيفاش هنا يموه يمطط الكره ويدخل ما بين زوز مدافعين ويتمكن من الحصول على رميه 7 أمتار واستبعاد لمده دقيقتين. ورقه حمراء لكوليبالي باك صحيحه ورقه حمراء في بلاصتها في محلها وصحيحه 100%. ممتاز ثنائي التحكيم الى حد الان لياس قاعدين شادين المباراه كما يلزم. كوليبالي باك اللاعب رقم 8 في تشكيله ريد ستار يقصى لحصوله على الورقه الحمراء وصحيحه 100%. اسامه الرميكي توصل الكره لمديما وينجح في تسجيل الهدف 11 محمد مديما اللي ايضا مع مرور المباريات في البطوله العربيه حسن المردود نتاعو. شوف كيفاش الريسبسيون التقاط الكره بيد واحده ويتمكن من تسجيل الهدف. النادي الافريقي 18 ثانيه ويرجع مكتمل النصاب ويرجع عنده عدد اسبقيه عدديه لانهم جوج فرق يلعبوا بخمسه لاعبين الان على ارضيه الملعب. باهي دفاع النادي الافريقي دخول محمد امين الاخضر في تشكيله
النادي الافريقي وفي الدفاع الافريقي اللي يكتمل الان عدديا لازمش يقبل الهدف هذا الافريقي. تنجم تقول محمد التسعة دقائق الأخيرة مش يظهر فيها السيناريو متاع السكور الكبير وإلا مش يقعد قريب نوعا ما. احنا نستناو في السيناريو متاع انه السكور يكبر والنتيجة تمشي والفريق يقبل النادي الأفريقي، لكن لحد الآن العكس هو اللي يصير، ياخذ النادي الأفريقي الفارق 4 أهداف ويرجع الفريق الإيفواري في المباراة. وشفنا اللقطة الأخيرة والخطأ على مستوى الهجوم رغم أن النادي الأفريقي كان في زيادة عددية، لكن يخسر الكره، الشيء اللي خلى محمد المسعودي ياخذ وقت مستقطع وباش يكون متغشش متاكد. 9-7 بونت ربحينا لهنا بالحكم مش بمسافر لي 6 متر ماركي وكركم ماركي كرت كوكا واليوم الحكم ماهوش باش يسافر لك حط الكره في الفيلي. يا اسامه قلت لك اللي ماركي اللي ماركيتها اللي ضيعتها كما قلت لك انا يا جو لا كو يهبط دو تروا يا سي رامي وينو دو تروا نهبط دو تروا كروازمون هنا عريال دو مي سونت نتاكي دو تروا بيفو ولي ان دو هنا نتاكي انا نمشي هنا المارك عندك البيفو وفي عندك ليلي زينا متفلسف. واضح كلام محمد المسعود يحط الكره في الشبقه، قالهم من المفروض كان النجم يكون النادي الافريقي متفوق بفارق 6-7 اهداف، اسهل ما يمكن كان نجم النادي الافريقي يكون متفوق ب 6-7 اهداف. حطوا الكره في الشبكه وقال لهم امشيوا ما بين اللاعب 2 و3 في الـ في الـ في الـ في الدفاع الفريق الايفواري. تنشوفوا تطبيق لاعبي النادي الافريقي بتوصيات محمد المسعود على مستوى الهجوم. محمد مديمر ممتاز الهدف مديمر وشايف في البلاصه الصحيحه لياس مديمر وسجل الهدف. هدف بطبيعه الحال بعد ما هذا مدرب المنتخب الوطني ومعاه المدرب المساعد وسام حمامي. تفضل ياس. قلت عمل ديبار ولو فين لاعب دايره والقال سباس من الباس رابيد ديما غلقى الانترفال بين المره هذه بين اودي ودخل سجل الهدف 12-10. دخل محمد مسعودي على المستوى النفسي قال له حط الكره بالشبكه وبعد احكي لي مع الحكم. اول حاجات انك تسدد الهدف الاول وبعد نتلهى بالدفاع نتاعي في كيما اللقطه هذه. اكيد اذا كان ناخذ الكره هذه بحول الله نجموا نصعدوا الفارق بعد المجهود. شو البنيه الجسديه وشوف معك المجهود الكبير من الدفاع اذا كان قبل الفريق في الكره هذه لان يعني الحكامات رافعين يديهم ويلزم الانتباه لحارس المرمى لانه مش يسدوا لانه باش يسدد اللاعب يلزم الكونتر يكون حاضر ايضا باش الكره ما تمرش. التسديد فما الكونتر من معاذ العياري فما رميه 9 امتار اخرى للفريق الايفواري. معاذ العياري كان صعد مع اللاعب اللي تولى تسديد الكره. هنا نحاولوا نمشي للكونتر اكثر من الشارج ديالو ثم ممكن اصابه وقعت معاذ اي لاعب وقت اللي شات الكره كمل ضربه بيده في وجهه اي عنده اصابه على مستوى الوجه. هون الكونتر ولا التسديده خارج المرمى عكس الهجوم للنادي الافريقي. شوف كيفاش رجع بسرعه الفريق الايفواري تسرع لهنا في الهجوم للنادي الافريقي في عقل النادي الافريقي وعلاش علاش يزرب في الكره هذه محمد امين الاخضر صحيح ولا ليس؟ ثم تسرع في اللقطه كل هذه احنا نحاولوا نكملوا الهجمه ما لقيناش الحل على المستوى الهجوم عكس نلكح اللعب نخدم خدمتي اكيد كي باش نخدم الخدمه اللي يعطينا فيه المدرب نجموا نتجاوزوا الفريق. ثم شويه تسرع لكن ان شاء الله ينجوزوا للفولا هذا شو نحبوا بحول الله. محمد بيشوف الميتون 4 بوتو على ادنى تقدير النادي الافريقي مع تكتل دفاعي يلزموا يفيقوا في 5 دقائق اللي والله ماهوش معك باش يكونوا واضحين ماهوش تقليل من المنافس ماهوش احتقان للمنافس شويه كبسه وانما لان شفنا المنافسه غير فنيا بعيد على النادي الافريقي. النادي الافريقي افضل بكثير فنيا توصل للكره للجناح فما الحارس يتصدى ويلزمنا نصر على الاقل زاده قاعدين يرجعوا بسرعه للدفاع ما خلوش النادي الافريقي يلعب الهجوم المركز ومره اخرى
النادي الافريقي يضيع الكره على مستوى الهجوم. هناك نرجع نشوفوها حتى بالساده المشاهدين وياخذوا فكره على كره اليد ضاعت صحيح، لكن اذا كان اونجل فيرمي كان ينجم يعاود يرجع. هاو تعاود الكره قدام نشوفوها راين عطيه يمشي يعني باساج الكره فوق مفتوحه معناتها عمل ا كونتر اللونج المحلوله معناتها مش مسكره برشا عليه مش يقولوا كره مش بيان مش بيان كادري. هنا ندخلوا في الدوت شويه على مستوى التركيز امام حراسه المرمى. انا راه محمد ريهان دفاعي وهجوم معاكس. ممتاز التصدي من مطيع الامام حارس النادي الافريقي يخسر معاذ العياري الكره يرجع الى هجوم المعاكس ويسجل الى فريق الايفواري الهدف 11-11 للنادي الافريقي. يضيع برشا التركيز النادي الافريقي خاصة على مستوى الهجوم يلزم يركز أكثر النادي الإفريقي. تأكيد كلامك محمد الكرة اللي ضيعها النادي الإفريقي يدخل في خانة الكلام نتاعك. ثم التسرع كانت نجم تكون ريسبسيون جات مع بعضها إن شاء الله يتجاوزوها 13-11 بل 4 دقائق ونص. إذا كان محمد نقطع الهجمة ذي أكيد أن قلتها ونعاود نقولها ما نظنش باش يزيد يعمل 5 دقائق اخرين النادي الافريقي من غير ما يركز ومن غير ما يكون ثابت دفاعيا وناجع هجوميا. اكيد الكره هذه مش تخلينا نمشيو لاربع اهداف ولا 5 اللي قلت لك عليهم محمد بحول الله. المفيد تتقسم الكره هذه. الهجوم يقعد لريد ستار الايفواري الافريقي ينجح في قطع هذه الكره من اجل مزيد تعميق الفرق. الكرة للظهير الأيمن محاولة إيصال الكرة للاعب الدائرة وقاعدين يلقاو في ديوموندي كرموكو لاعب الدائرة وعكس الهجوم بسرعة النادي الإفريقي يلعب الكرة ويلعب الهجوم وينجح محمد علي البحري تسجيل الهدف 14-12 قبل 3 دقائق ونص على نهاية هذا الشوط الأول. والهجوم من جديد لريد ستار دفاع 5-1 يعتمدوا النادي الإفريقي. محمد نوع في الدفاع نتاعو بطبيعة الحال إذا كان ما تلقاش الكليب نتاعك في الدفاع تحاول تبدل هذا اختيار من المدرب. والهدف 13 من لاعب الجناح كاميسوكو ابراهيم اسامة الرميكي حمزة المهبي يمشي كلاعب دايرة ثاني شوف كيفاش يتبع فيه اللاعب ويطلب منهم انهم يتريثوا يقولوا في العقل حمزة المهبي عزمين الاخضر عمليه التقاطع محمد مديمة ممتاز المرور لكن التسديده خالد خارج المرمى عديده الكرات اللي تحطت فوق المرمى من لاعبي النادي الافريقي والان فرصه لريد ستار الايفواري لتعديل النتيجه ما لازمش يقبل الكره هذه النادي الافريقي ما لازمش يقبل الكره هذه لازم الدفاع يكون اقوى من اللي قاعد يلعب فيه الافريقي لازم يكونوا فايقين اكثر على مستوى الدفاع لاعبي النادي الافريقي. محاوله التسديد يتصدى الحارس وترجع الكره رغم انه تعرف الناس عنده عدد تصديات كبير 6 تصديات مطيع الامام حارس النادي الافريقي عديده التصديات اللي قام بها في المباراه رجع عديد الكرات لكن رغم هذا المباراة في مستوى التعادل. الحارس الإيفواري صد الكرة واحدة بقيت الكرات الكل خارج محمد مديمة ممتاز سجل الهدف 15 للنادي الإفريقي واستبعاد جديد لمدة 30 للنادي الإفريقي باش يكمل الشوط الأول بأسبقية عددية. قلت مطيع الإمام حارس النادي الإفريقي 6 تصديات في المقابل تصدي وحيد للحارس الإيفواري والنتيجة كانت متعادلة. علاش؟ لأنه لاعبي الكرة لاعبي النادي الإفريقي عديد المرات حطوا الكرة خارج المرمى يا إما بجنب المرمى يا إما 3 تسديدات فوق المرمى تسديدة
على العارضة وضيع برشا كرات الإفريقي على مستوى الهجوم. مرة أخرى يلقى الحل في الهجوم وترامادو رغم أنه منقوص من لعب خمسة استبعادات لمدة 30 من فريق الإيفواري. ممتاز محمد مديمة هو اللي قاعد يعطي في الحل للنادي الإفريقي. هنا محمد شفنا التسديده والهدف لكن ثم الشبكه ممكن لان الكره هدف داخل الشبكه وبعد خرجت الكره وقعت نفس الشيء حتى في المقابلات الاخرين توجيه معلومه للمسؤولين على القاعه هي عمليه كملكه تسديد فوالا انا ايش حاب نقول لكم هدف والشبكه ما تخرج ولو انه ثم زوز شباكه واحده هذا ايش حاب نقولوا هدف من الكره خرج خرجت الكرة. ممتاز مطيع الإمام والحمد لله ما يتبقلش ياخذ الكرة مرة أخرى. ممتاز جدا مطيع الإمام 8 تصديات. حمزة المهذبي يخسر الكرة ضيع الكرة قبل 4 ثواني على نهاية هذا الشوط الأول اللي يكمله النادي الإفريقي لفائته بفارق هدف وحيد. كان نجم النادي الإفريقي يرجع إلى حجرات الملابس متفوق 7-8 أهداف بسهولة، لكن الإفريقي يرجع هو متفوق بهدف وحيد. العلامة المضيئة في النادي الإفريقي في الشوط الأول هو الحارس مطيع الإمام الياس. أكيد جدا علامة فارقة اليوم في النادي الإفريقي كنا اكتشفناها في اللقاء الأول، أعطاه الفرصة المدرب في اللقاء الثاني. لاعب المنتخب الوطني التونسي كان شارك في الكوب دافريك، حارس ممتاز كما قلنا وكما وعدناكم مشاهدينا الكرام. ثواني ويكون معنا المدرب الجديد للمنتخب الوطني التونسي لكرة اليد. معك سليم، مرحبا بك. بالفعل مرحبا بك محمد علي، لجنبي المدرب الجديد للمنتخب الوطني التونسي الفرنسي باتريك كازال. مسيو باتريك نوفيل انترينور دو ليكيب تونيزي، بيان فينو اون بارل دو فوتر كونترا اوبجيكتيف افيك ليكيب ناسيونال اي سورتو لو روتور بور لو بوديوم افريكان. سا سرا با ميسيون فاسيل كوتش ساشان كو لا كوب دافريك سو ديرولرا اون ايجيبت 2024. Oui, tout d'abord, merci de m'accueillir. Je suis très honoré aujourd'hui d'être le sélectionneur de cette belle nation. Même si vous l'avez dit, et on le sait, elle a été un petit peu en déclin sur ces 2 dernières années. Maintenant, mon rôle, c'est de leur redonner un petit peu plus de qualité. Et puis, on a des objectifs sur du court terme et sur du long terme à atteindre, avec forcément cette CAN dans l'année prochaine pour une qualification aux Jeux Olympiques. Maintenant, je viens d'arriver, je vais découvrir un petit peu. Pour ça aussi que je suis venu un peu en avance pour voir les joueurs. Mais voilà, on va se mettre à travailler. Mais je trouve que c'est un bel objectif à atteindre. Vous allez commencer avec l'équipe nationale le 13 et 15 octobre avec deux confrontations avec l'équipe qatarienne. Oui, c'est ça. On va commencer la semaine prochaine, dès le début de semaine prochaine. Et avec 2 matchs contre l'équipe du Qatar. Bon, c'est sûr que cette semaine, elle va être un petit peu difficile puisque ça va être une découverte pour moi de faire connaissance avec mes nouveaux joueurs et aussi peut-être avec ma méthode de travail. Mais en tous les cas, voilà, le temps nous est compté. On n'a pas de temps à perdre et j'espère que j'aurai un groupe, un effectif au complet parce que je trouve qu'en ce moment, il y a eu beaucoup de matchs la semaine dernière, cette semaine. Donc en tous les cas, voilà, il faut qu'on optimise le temps qu'on va passer ensemble. Coach qui vous a encouragé pour accepter ce projet avec l'équipe nationale. Et vous savez, on n'a pas besoin d'être encouragé. Moi, je suis quelqu'un qui aime le handball, qui est aussi ambitieux. J'ai eu la chance d'être joueur, j'ai eu la chance d'entraîner en club. Et forcément, quand l'opportunité d'une telle nation fait appel à vous, il n'y a pas besoin d'être convaincu. Moi, je connais ce pays, je connais vos valeurs. Et voilà, ça me fait en tous les cas très plaisir. Et c'est moi qui est honoré d'être avec vous. Merci monsieur Patrick Casal, nouvel entraîneur de l'équipe nationale. كيف كيف لي جيم بي وسام حميم مساعد مدرب المنتخب الوطني التونسي عوده من الباب الكبير وسام بالمنتخب كمدرب مساعد الاكيد مهمه باش تكون كبيره اللي كنتي وبقيه الاطار الفني باعتبار وانه المدرب الفرنسي مش باش يكون متواجد في تونس سيرتينمون ديما يكون حاضر في التربصات والا في المباريات الوديه والرسميه ينتظر فيكم خدمه كبيره.
والله ساعة الحمد لله فرحان بالعودة للدار اللي تربيت فيها واللي كبرت فيها. بالمناسبة نحب نشكر الجامعة التونسية لكرة اليد على رأس السي كامل الهلالي على الثقة الكبيرة اللي حطها في شخصي وفي شخص المدرب الفرنسي باتريك كازال. المهم صحيح كما قلت مش تكون سهلة، إن شاء الله ربي وفقنا باش نرجع كرة اليد للمسار، نرجع كرة اليد للإشعاع نتاعها، باش تتعدى بالكأس العالم اللي في بولونيا وفي السويد. إن شاء الله نحضروا لها بالكدا وإن شاء الله نوري وجه اللي يعرفوه تونس قبل واللي عودناه عليهم في كرة اليد إن شاء الله. أكيد تبعت البطولة العربية وسام كيف قاعدة تبع لهنا في البطولة الإفريقية، كيفاش ترى توا مستوى كرة اليد في تونس؟ والله ساعة مبروك للترجي بالفوز بالبطولة العربية الأخيرة، وحظ أوفر للزوز فرق النادي الإفريقي والترجي في البطولة الإفريقية. ما يخفيكش اليوم كرة اليد التونسية تمر فترة صعيبة، اليوم كرة اليد لازمها سوفل جديد، لازمها ريتم جديد، لازمها ان اوتر ميثود دو ترافاي. هذاك علاش اليوم المدرسة الفرنسية اليوم متواجدة لهنا في المنتخب التونسي باش تعطي بوتيتر رؤية أخرى لتنظيم داخل الجامعة التونسية. عندنا برشا جوهرات يلعبوا في تونس وخاصة في الترجي أو سان دو ليكيب ناسيونال، ما عندناش برشا مالوروزمون جوهرات يلعبوا خارج حدود الوطن. هذا حسب رأيي أثر شوية على مردود المنتخب، قلة احتكاك مع البطولات ومع اللاعبين الأجانب خلى سيرتانمون رياضة كرة اليد توخر شوية في السنين القادمة. إن شاء الله عقلية اللاعب تتبدل، إن شاء الله عقلية اللاعب التونسي تمشي فير لوروب بلوتو كو لي باي دو غولف. عندنا برشا لاعبين دو تالون، عندنا برشا لاعبين صغار قاعدين يطلعوا، ان شاء الله ناطروهم وان شاء الله لما لا ناخذوا منهم الباهي باش يعاونوا المنتخب التونسي وكرة اليد التونسية ان شاء الله. شكرا لك وسام حميم مساعد مدرب المنتخب الوطني التونسي، اكيد نتمناو الكل عوده اشعاع كره اليد التونسيه افريقيا ودوليا. هكا نرجع لك الكلمه محمد علي. شكرا لك سليم، برافو يعطيك الصحه. كان هذا اول تصريح تلفزي للمدربين الجديدين للمنتخب الوطني التونسي وسام حميم والمدرب الفرنسي باتريك كازال. وعجبني برشا تصريح باتريك كازال الياس وقت اللي قال لي شرف وقت اللي ندرب منتخب كبير كما المنتخب التونسي. سالته اسلام شكون اقنعك وشنو اللي اقنعك باش جيت لتونس واخترت المنتخب التونسي؟ قال مانيش مستحق لحد باش يقنعني، هذا شرف لي اني نتولى تدريب منتخب في قيمه المنتخب التونسي. كلام باهي برشا، متأكدين أن المدرب هذا مدرب كبير، معاه وسام حمام لاعب كبير وعنده كما حكينا كبيرة آخر وأكبر الشهائد على مستوى التدريب في العالم. فنيا متأكدين من الإضافة الحاصلة وقت اللي يحكي بالطريقة هذه المدرب على تونس وعلى كرة اليد التونسية، فهذه حاجة باهية وحاجة إيجابية. ديكلاراسيون باهية في وقتها، في أول ديكلاراسيون مع قناة وطنية يقول لك شرف ليا باش نكون على رأس المنتخب، واحنا شرف لينا باش يكون باتريك معناتها على رأس المنتخب. شعور متبادل، ثقة متبادلة مع إطار تونسي كما حكينا قبل وسام حمام، حاجة تخلينا نطمحوا المخير ونطمحوا باش نرجعوا كما قلنا للرياضة الإفريقية. ديكلاراسيون تخلي يدخل باب الكبير في محبة عشاق كرة اليد وياخذ ثقة المتابعين كرة اليد، وقال الباب مفتوح لكل الملاعبية وخاصة ديكلاراسيون نتاع وسام حمام كي يقول لك نمشيو فير لوروب مش للجولف باش نطوروا الأداء نتاعنا. طموحات كبيرة لمكتب لإدارة فنية جديدة. أكيد هذا ما نتمناه. ناخذ دقيقتين ثلاثة مش برشا الياس من الراحة ونرجع إن شاء الله مع بداية الشوط الثاني. مشاهدينا الكرام ما تبعدوش برشا دقائق وراجعين.